دي الفقرة زي ما قلت لحضراتكم بتاعت المشاعر، اللي هو قلبك يدق جامد وتتلعثم في لقاء الحبيب. يعني لما يكون في حد بيحب حد قوي تحس انه مرتبك، في دقات قلب سريعة جدا جدا، مش قادر ينطق من العظمة اللي انا شايفاها حالا. يعني السفرة البديعة دي اللي هي موتراني، يعني موتراني شوية صغيرين، يعني جملتين كده وهتلاقوني في مكاني. يعني ايه ده؟ يعني قدروا موقفي وانا قاعدة بتفرج على يعني حضراتكم بتتفرجوا عليه ده. يا لهوي يا لهوي على الجمال. استاذ محمد نبيل، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. صاحب سلسله محلات حمو للاسماك. ربنا يخليك. طبعا انا زوره حضرتك اساسا، يعني واسمح لي ما كنتش اعرف حضرتك شخصيا، بقى فرصه ان حضرتك جيت. انا يعني من الزباين بتوعك في المحل بتاع مدينه نصر، لو حضرتك في اخر مكرم عبيد لما تحاول شمال كده، تمام، حتى جنبيكوا فرنه العيش بشتري برضه عيش، تمام، وبجي لك من اخر الدنيا. ايه العظمه دي؟ وايه يا جماعه، ما هو اصل التلفزيونات ربنا يخليك من غير ريحه، فانا عشان كده متوتره. يعني كلمني عن نفسك. كلمني عن نفسك وعن العظمه دي. انت ربنا يخليك. هو لا استنى قبل ما تكلمني عن نفسك، انا لا معلش انا اسفه، في عرض مجنون، يعني الجمعه بقى البيضه قولوها زي ما في حاجه متقدمه، استاذ محمد نبيل مقدمها. اول 10 متصلين من دلوقتي لحد بالليل، اول 10 متصلين هيتصلوا هياخدوا خصم 300 جنيه على اي اوردر يطلبوه، حتى لو الاوردر ده ب 350. يعني لو يعني شوفوا، يعني في خصم 300 جنيه. تاني 10 متصلين هياخدوا خصم 50% على اي حاجة يطلبوها، 50%. تالت 10 متصلين هياخدوا خصم 25%. فالحقوا نفسكم من دلوقتي لحد الساعة كام بالليل؟ 9؟ لحد الساعة 12. 12؟ من دلوقتي ل 12 بالليل يا جماعة الحقوا أول 10 متصلين خصم 300 جنيه. فأنت ممكن الست البيت الشاطرة تعمل إيه؟ تشتري من دلوقتي، حتى لو عاملة الغداء بتاعها، اشتري من دلوقتي سمك مشوي، لأن السمك مشوي أصلاً بيستنى ممكن وبكرة تظبطي الدنيا، أو مقلي حتى، أو جمبري، يا سلام حاجة، أو حواوشي. ده ايه موضوع الحواوشي اللي بالسمك ده؟ هو نفس الحواوشي بتاع اللحمه، بس احنا بنشيل اللحمه المفرومه وبنحط مكانها جمبري مفروم. جمبري مش طب حبيت الحكايه، حبيت مهنه الـ 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 السمك دي؟ انت اساسا العيله مثلا او كده؟ والله حضرتك هو انا ماليش اي علاقه بالموضوع خالص، هو انا اتحطيت فيه كده. يعني ازاي؟ هو يعني احنا لما فكرنا نعمل المشروع في المكان ده، ما فكرناش احنا شاطرين في ايه او بنعرف نعمل ايه، احنا فكرنا المكان ده محتاج ايه، المنطقه دي محتاجه إيه؟ خدمه ايه هي الخدمه اللي هي محتاجها. طب انا مش مصدقه السبب. ابتدينا بقى نذاكر. ما انا مش مصدقه، اصل الاكل اللي انا باكله لما ببعت اشتري من عندك او بتاع، لا ده ناس محترفه ابان عن جد. ذاكرنا واتقينا الله. بس مش اكتر. ذاكرت واتقيت الله. طب بداية من اختيارك لنوع السمكية، لان السمك عندك، يعني ليه بسيب الدنيا وبجي لك؟ السمك عندك طعمه كانه لسه مستضاح حالا، يعني انت بتختاره من البدايه، انت اللي بتختار بنفسك ولا بتبعت ناس يشتروا لك، ولا انت يعني هو حضرتك طبعا الحاجات دي في البدايه بتاخد مجهود شويه لحد ما بنتعرف بعد كده. احنا بقى لينا التجار بتاعتنا اللي موجوده في سوق العبور اللي احنا بناخد منها، اللي هو السمك درجه اولى بالظبط كده، فخلاص بيبقى معروف المكان دون بياخد سمك نوعيته ايه. لو نوعية جات لك غير اللي انت بتاخدها فاللي هو لا، استحالة تنزل للجمهور ترجع تاني، لان عشان كده انت محافظ على المستوى. بالظبط بالظبط.